في البداية صراحة المهرجان أبهرني من عدة نواحي، نرى تطور كثير في المعارض عندنا هنا في السعودية، خصوصا في هذا المعرض كيف سووا لنا قسم للدورات والأشياء هذه بشكل جدا منظم وبآليات حديثة جدا متطورة، وفي نفس الوقت فتحوا فرصة للفنانين بأنهم يعرضون أعمالهم ويبيعونها ويستثمرون من الشيء اللي ينتجونه بأيديهم. حكاية مست هو يعتبر يعني فعالية الأولى من نوعها، وهذا بحد ذاته يعني يخليني أحضر كل يوم. ما شاء الله المهرجان جميل والترتيب كان أجمل، أنا ما كنت أتوقع ما شاء الله بالحجم هذا للأمام، وكل أمانة أشيد بالخطوات والأعمال اللي قائمة بها مسك الفترة الأخيرة، دعم الشباب والبرامج الشبابية والاهتمام دائما بالشغف والإبداع. أي مهرجان فيه إبداع تلقى دائما خلفه مسك، وهذا إن شاء الله أنها بادرة خير ومطمئنة لصانع أي محتوى في السعودية أن في جمعية مثل مسك تهتم بالإبداع والشغف. والله جميل، الستيج كان جدا جميل، الناس كانت متفاعلة. من الأشياء المهمة في المناسبات العامة هذه موضوع الصوت، إحساس الإنسان الناس اللي يسمعوا الصوت بشكل جيد، كان واضح تجهيزات جدا متميزة، المكان مناسب فعلا لهذا الحوار والمؤثرات الصوتية الموجودة، فأعطت الناس أريحية في المشاهدة. فكرة جبارة، فكرة جبارة، وأول جهد مجتمعي حقيقي يتعمل، بس يجب أن يكبر هذا الأمر ويتواجد في مناطق مختلفة. هذا المكان هو بداية البيئة المثالية للمواهب في كافة المجالات الفنية.